قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما مستقيما. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الوصية، ما هي الوصية؟ كل وصايا القرآن وكل وصايا السنة. يا بني إن الله اصطفى لكم دينا فلا يتموتن إلا وأنتم مسلمون. انتبه إنك في المدينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في هذه الدقائق المعدودات المباركة، ومن خلال هذه القناة الحكيمة المباركة، وهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة الوصية. وصيتنا في هذه الليلة المباركة تحت عنوان حظك اليوم. روى الإمام الطبراني في الكبير رحمه الله تعالى، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، عن معاوية ابن الحكم رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا الكهان، لا تأتوا الكهان. وأخرج الإمام أحمد والإمام مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. الله أكبر. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وأخرج الإمام أحمد، وكذا أخرج أبو داود في الطب، والحديث صححه الألباني في الإرواء رحمهم الله جميعا، عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وروى البزار بإسناد جيد عن عمران بن الحصين رضي الله عنه مرفوعا، يعني إلى النبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. إخوتي في الله، شاع بين كثير من الناس اعتقادات باطلة، منها اعتقادهم أن بعض البشر يعلمون الغيب فيذهبون إلى الكهان وإلى العرافين وإلى الدجاجلة الذين يزعمون أنهم يعرفون المستقبل، فتراهم يسألونهم عن أمور حدثت لهم
من سرقات وجنايات ليعرفوا السارق، بل وتراهم يسألون عن أمور لم تحدث. إذا أراد أحدهم زواجا ربما يذهب إلى عراف ليقرأ له الطالع، إذا أراد أحدهم مشروعا ربما يذهب إلى دجالة لتقرأ له الكف أو تقرأ له الفنجان. ووالله لقد هلك السائل والمسؤول في هذه المسألة. نعم إخوتي في الله، إننا مع الأسف نعيش في زمن كثر فيه الأفاكون الذين يدعون معرفة الغيب، والذي يجعل القلب يعتصر ألما أن ملايين الملايين يصدقون هؤلاء الدجاجلة. ومما يزيد من الأسف أن ألوف مؤلفة من حملة الشهادات العليا ومن أصحاب المناصب الراقية يذهبون إلى هؤلاء الدجاجلة ويصدقونهم. إننا ومع الأسف ما زلنا نرى من إذا سرق منه شيء يذهب إلى عراف ليفتح له المندل. هل تعرفون المندل؟ فنجان من الزيت يأتي الدجال به ويشترط أن يأتي بطفل لم يبلغ الحلم 6-7 سنين، يلبسه ثوبا أبيضا وطاقية بيضاء ويطفئ الأنوار في الغرفة ويجلس الولد. انظر إلى الزيت الذي في الفنجان، سترى السارق الآن. ها ألا تراه؟ هذا حدث معي وأنا طفل صغير، سرق من أحدهم شيء فجاءوا بي وأجلسوني مع هذا الدجال. انظر في المندل، هل تراه؟ وأنا لا أرى شيئا طبعا، إنه أسمر وطويل وصاحب شارب، وهذا الدجال شكله مرعب وهيئته فظيعة. ركب لي حاجبيه على بعضهما وقال انظر. قلت نعم أراه، أسمر وطويل وحليوة. قال ألم أقل لكم إنه فلان جاركم السارق؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم تب علينا واغفر لنا يا رب. ما زلنا مع الأسف إلى الآن نرى من إذا سرق منه شيء ذهب إلى من يفتح المندل، ونرى جماعة يعني تدافعوا تهمة بينهم، يقول أحدهم الفصل بيننا أن نلحس البشعة، الفصل بيننا أن نذهب إلى أعرابي معه غنيماته يعرف فنلحس البشعة. قطعة من الحديد يجعلونها في النار ويقولون للمتهمين كل واحد منكم يقوم بلحس هذه البشعة. سبحان الله العظيم، ولو كان الأمر كذلك لأغلقنا كل النيابات ولأغلقنا كل أقسام الشرطة، واكتفى كل قاضي أن يأتي برجل ومعه بشعة ليعرف الصادق من الكذاب والمتهم من البريء. هذه مآسي بل قل مخازي. وما زلنا مع الأسف نرى من إذا أراد زواجا أو أراد مشروعا يذهب إلى من يقرأ له الطالع، هذا يضرب له الرمل، هذا يحسب له النجم، هذا يقرأ له الفنجان، هذا يقرأ له الكف، هذه توشوش الودع، أبين زين بين ووشوش الودع. كل هذا باطل. يذهب الجاهل إلى هذا الدجال المنجم الكذاب فيسأله المنجم الكذاب عن اسمه وعن اسم أمه، ثم يكتب في جدول وكل حرف له رقم. إيه مشكلتك؟ والله أنا عايز أتزوج من جارتنا فلانة، اقرأ لي النجم، احسب لي الطالع لأعلم هل سيكون زواج سعيد أم زواج بئيس تعيس. يقول له اسمك إيه؟ يقول له مثلا اسمي عباس. يقول له ابن أمك اسمها إيه؟ يقول له فكيها. فيكتب في الجدول كل حرف برقم. والعروسة اسمها إيه؟ يقول له العروسة اسمها فتكات، فتكات أمها اسمها إيه؟ يقول له اسمها عطيات. يكتب في جدول بأرقام معينة، ثم ينبري الدجال ويقول للولد لا تتزوج من هذه المرأة. لما؟ يقول يا ابني الحقيقة أنا وجدت أن نجمك مائي ونجم العروسة ترابي، وطبعا لو حطينا المية على التراب هتبقى جوازة مطينة بستين طين،
ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما زل